مع بركات ومعروف حوش جنيهات وألوف، وبركات بيقول أنا بركات مسؤول عن الجنيهات والعشرات بالمئات، ومعروف بيقول أنا مسؤول عن حصارات الألوف أحاد وعشرات ومئات، بس بالألوفات. ودخل العم سالم ومعاه فلوس كتير، وبص البركات ومعروف وقال فين الحصارات يا بركات؟ معايا جنيهات وعشرات ومئات، فين الحصارات يا معروف؟ ده انا معايا كمان ألوف. بركات بيقول للعم سالم دي حصالة الوحدات، يعني الأحاد والعشرات والمئات. ومعروف بيقول للعم سالم ودي حصالة الألوفات، يعني أحاد وعشرات ومئات، بس بالألوفات. معنى مثال بيقول اقرأ الأعداد الآتية. طبعا يا جماعة علشان نقرأ هذا العدد احنا بنقول الأغنية الجميلة بتاعتنا اللي هي تلاتات تلاتات نقرأ الأعداد، تلاتات تلاتات نقرأ الأعداد. أيوة يا جماعة، ما احنا عندنا بركات عنده ثلاث حصالات، وأيضا معروف اللي هو ملك الألوف عنده ثلاث حصالات، علشان كده هنقسم العدد اللي قدامنا إلى ثلاثات. طبعا احنا هنحط الأول خط تحت حصالات بركات اللي هي 312، وبعد كده هنخش على حصالات معروف. طبعا هو هنا عنده الثلاث حصالات موجودين يا جماعة اللي هم فعلا 654، بس خلي بالك دي 654 ألف يعني ألوف، لأن ديت حصالات معروف 654,312. هنقرأ العدد الثاني بنفس الطريقة وبنفس النشيد اللي بيقول طبعا في البداية بنحط الخط تحت حصالات بركات، أيوة برافو، اللي هو 275، وبعد كده هنبدأ بحصالات معروف. طبعا معروف هنا هو عنده حصالتين بس، طبعا 41، برافو، بس دي طبعا 41,000، يبقى لما نيجي نقرأ يا جماعة هنقول 41,275. معنى مثال بيقول اقرأ الأعداد الآتية. طبعا يا جماعة علشان نقرأ هذا العدد احنا بنقول الأغنية الجميلة بتاعتنا اللي هي تلاتات تلاتات نقرأ الأعداد، تلاتات تلاتات نقرأ الأعداد، تلاتات تلاتات نقرأ الأعداد. أيوة يا جماعة، ما احنا عندنا بركات عنده ثلاث حصالات، وأيضا معروف اللي هو ملك الألوف عنده ثلاث حصالات، علشان كده هنقسم العدد اللي قدامنا إلى ثلاثات. طبعا احنا هنحط الأول خط تحت حصالات بركات، برافو، اللي هم 513، وطبعا معروف هنا هو عنده حصالة واحدة هي أحاد الألوف، هنحط خط طبعا تحت الاتنين. طبعا بنبدأ بحصالات معروف لأنه ملك الألوف، يعني يا جماعة هنقول 2513. وفي يوم من الأيام العم سالم قال يا بركات يا معروف أرجوكم ساعدوني، أنا مش عارف السبعة حطيتها فين، قولولي مكان السبعة فين. بركات قال يا عم سالم انت عاوز تعرف مكان السبعة فين، يعني القيمة المكانية للسبعة، يبقى لازم تغني معانا الأغنية للقيمة المكانية. القيمة المكانية مكان السبعة فين، القيمة المكانية مكان
وفجأة لقينا السبعة بتنادي بأعلى صوتها وبتقول: عم عم سالم، سالم، أنا أنا مكاني مكاني عند عنده معروف، معروف، يعني يعني موجودة موجودة في في الألوف، الألوف، أنا أنا موجودة موجودة في في أول أول حصالة، حصالة، يعني يعني أحياد أحياد الألوف. الألوف. وفي النهاية العم سالم بدأ يغني وهو فرحان وبيقول: يا يا سبعة سبعة بصي بصي عليا عليا وعرفت وعرفت مكانك مكانك فين، فين، يا يا سبعة بصي سبعة بصي عليا عليا وعرفت وعرفت مكانك مكانك فين. فين.